برحب بيكي مرة تانية يا هبة. يعني حابة برضو ان انا اكمل معاكي بقى في موضوع ان انتي بتدرسي اصلا، قلتي لي بتدرسي في جامعة حلوان حاجة، وبتدرسي كمان ضيافة. بتدرسي ايه وايه؟ انا بقدم السنة دي على تربية رياضية. عملت بتقدمي الاختبارات. يعني انتي لسه مخلصة ثانوية عامة؟ لا، خلصت السنة اللي فاتت. تمام. فبقدم السنة دي في تربية رياضية، عملت القدرات بتاعتها وانا اصلا في اكاديمية ضيافة، دي تاني سنة ليا. اوكي، طب انت كنت حابه اصلا ايه فيهم؟ يعني ليه بتدرسي حاجتين؟ عشان بعد كده في حاجات بعد كده. اوكي، كان حلمك ان انت عايزه تبقي مضيفه؟ كان حلمي ان انا ادخل تربية رياضية وان انا برضو اخش مضيفة او اوكي، مضيفة طيران، فقررت ان انا اخد الاتنين مع بعض. ما بتسيبيش حاجه. لا طيب ايه برضو، يعني قولي لي بقى عن موهبتك، موضوع انه صوتك حلو، هل ليك طموح ان انت توصلي لدرجه معينه فيه انه ده يبقى مهنه انت بتعمليها، ولا تبقي ايه؟ ولا تبقي المضيفه، ولا تبقي خريجه التربيه الرياضيه؟ انا عايزه اكمل في موضوع الغنى ده، فربنا يكرمني فيه ان شاء الله، ومستقبليا ابقى حاجه. اوكي، طب برضو حاسه ان الموضوع صعب ان انت تقدري ان انت توفقي ما بين 3 حاجات او 3 دراسات مختلفه، صعب ان انت توفقي حتى الوقت، بتعملي ده ازاي؟ اكيد اكيد الحاجات دي كلها صعبه، بس هي الدنيا كده مفيش وقت. فبتجري وراها. اكيد. طب نسمع ايه؟ نسمع انا عارفه ان انت مش عليك. محضره حاجه، ويعني وشكلك مرهق، بس يعني ادينا بندندن مع بعض. ماشي. ممكن اغني معاكي بس الناس هتقفل، يعني مش من مصلحتك. ما حتى في الكنترول. لا 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 لا. اكدب عليك واكدب عليك، اكدب عليك اكدب عليك، اكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، واكدب عليك لو قلت نسيتك هنسى اكدب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ اختار لي بر وانا ارسى علي. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه ده؟ ليه سبتينا اكمل كده؟